ثم بعده فاصل آخر فاصل وصول المسائل. وصول المسائل وصول جمع أصل هو معروف. ما المراد هنا به بوصول المسائل؟ وصول المسائل يعني أصل المسألة، معناه عدد يخرج منه السهام بلا كسر، عدد يخرج منه السهام يعني الانصباء، نصيب كل واحد واحد هكذا، لو كان فرضا مقدرا أو غيره، كل يخرج. كيف يخرج؟ بلا كسر، هكذا ذكر في تعريفات الجرجاني. ثم ذكر في البجيرمي أصل المسألة مخرج الأجزاء، أجزاء يعني أجزاء التركة، مخرج يخرج منه يعني بلا كسر. نعم. ثم ذكر في الحاشية عدد مخرج فرض المسألة أو فروضها أو عدد رؤوس العصبة لم يكن فيها فرض، سهام ليس الفروض فقط بل غير الفروض أيضا. نعم. يعني لو معطى واحد ينظر أولا من يبقى له للميت من الورثة، أولا ينظرها من الذكور والإناث، ينظر أولا من يبقى حيا من الورثة الذكور والإناث، ثم ثانيا ينظر يعني من يحجب منهم، فإذا الذي يحجب منه يترك ويؤخذ الباقي، ثم بعده ينظر من أصحاب الفروض منهم، ينظر يعني فرض كل أحد أحد هكذا، يعني هذا في قسمة الموارث ترتيب، أولا ينظر من يبقى من الورثة ذكورهم وإناثهم، ثم بعده ينظر من يحجب، هذا يترك، المحجوب يترك يلغى، ثم بعد ذلك ينظر من أصحاب الفروض من هو العصبة، هكذا ينظر ثالثا، ثم رابعا ينظر كم فرض كل أحد، ثم هذا عدد رؤوس، ينظر فرض كل أحد، ثم ينظر عدد رؤوس العصبات، يعني كم نفر عصبات، يكون ابنان أو ثلاثة أو أربعة هكذا، أو ابن وبنت، أو ابنان بنتان هكذا، أو بنون بنات، فإذا ينظر عدد الرؤوس، ثم بعد ذلك ينظر يعني على عدد، يعني ينظر أصل المسألة، يعني على أي عدد تقسم التركة حتى يحصل كل أحد نصيبا بدون كسر كسر، هذا هو مرحلة من مراحل تقسيم التركة. ثم فإذا في بيان أصول المسائل هنا يبين عدد يخرج منه السهام بلا كسر، أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبة، إذا أصل المسألة عدد الرؤوس متى؟ إن كانت الورثة عصبات، يعني عصبات فقط، ليس للميت أحد من أصحاب الفروض، فإذا ينظر هكذا، أولا من يبقى من الورثة، ثم من هو المحجوب، ثم بعد ذلك من هو أصحاب الفرض، من عصبة، فإذا وجد للميت عصبات فقط، ليس للميت أحد من أصحاب الفروض، ف
فينذركم عدد الرؤوس، يعني كم نفر حوله، اثنان او ثلاثة او عشر او عشرون هكذا. فاذا اصل المسألة عدد الرؤوس ان كانت الورثة حسبات كثلاثة بنين مثلا، ابنان او ثلاثة او اربعة. فاذا لو كان خمسة بنين فاصل المسألة خمسة، هذا عدد الرؤوس خمسة. أو عشرة بنين فأصل المسألة عشرة، معناه تقسم التركة على عشرة أقسام، ثم كل قسم على كل فرد فرد من العصبة. هذا. أو أعمام ثلاثة بنين أو ثلاثة أعمام فقط. ثلاثة بنين أو أعمام، يعني ثلاثة أعمام فأصلها ثلاثة. لماذا عدد الرؤوس ثلاثة؟ هكذا ثلاثة في هذه السورة. ثلاثة ثلاثة. ثم وقدر الذكر أنثيين أنثيين إن اجتمعا، لكن هذا لا يكفي عدد الرؤوس. متى؟ لو اجتمع الذكر والأنثى في العصبات، مثلا بنت وابنان، فإذا هناك عدد الرؤوس اثنان فقط. لا، بنت وابنان، فإذا عدد الرؤوس ثلاثة فقط، لكن أصل المسألة ليس ثلاثة. لماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا هنا بنت تقدر واحدة، ثم ابنان كلهما يقدران اثنان اثنان، فأصل المسألة من الخمسة. أصل المسألة من خمسة. هذا الذي قال المصنف قدر الذكر أنثيين. متى؟ إذا اجتمعا، أي الصنفان من نسب. إذا اجتمع من نسب، فإذا هذا لماذا قال من نسب؟ خرج به إذا اجتمع من الولاء. لماذا؟ إذا اجتمع في الولاء يكون بالشركة، لا بعدد الرؤوس. في العتق. ثم يعني باعتبار قدر شركتهم في العتقين لا بعدد الرؤوس، لذلك قال من نسب. ففي ابن وبنت، ابن وبنت هناك عدد الرؤوس اثنان فقط، عدد الرؤوس اثنان، لكن اصل المساله ليس اثنين، لذلك قال يقسم المتروك على ثلاثه، لابن للابن اثنان وللبنت واحد. هكذا. ثم ومخارج الفروض اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون. مخارج الفروض هذا يعني الفروض جمع فرض، مخرج الفرض يعني هذا عدد يخرج عليه الفروض. الفروض كما سبق نصف ثلث ثلثان ربع سدس وهكذا، لكن عدد يخرج منه هذا الفرض بدون كسر. كيف يكون؟ إما يكون اثنان، لماذا؟ هذا اثنان مخرج النصف، وكذلك يعني ثلاثة مخرج الثلث، والثلثين أيضا يمكن إخراج الثلث والثلثين من الثلاثة، يعني لو قسمت التركة على ثلاثة أقسام يمكن إخراج الثلث والثلثين منها بدون كسر. كذلك أربعة الربع يخرج منه، ستة
يخرج منه السدس، الثمانية يخرج منه الثمن، ثم بعد ذلك يزيد في بعض الأحيان 12 24، ثم مرة أيضا يأتي مسألة العول سيأتي في فصل. لماذا يكون 12 24؟ هذا سيأتي، يعني يكون هناك يعني بين فرضين إما تساو أو تباين أو تداخل أو توافق، هكذا أربع حالات بين الفرضين. ممكن يكون صاحب فرض نصف وصاحب فرض ثلث، أو صاحب فرض ثمن ونصف، فهكذا يكون في الورثة أصحاب الفروض، فيكون بين فرضهم إما توافق أو تداخل أو تساو أو تباين. إذن هكذا يقدر الذكر، يعني أنثيين. نعم. فإذا يكون هكذا مخارج الحروف 2 3 4 6 8 12 24، هكذا 7 فقط. فإذا فإن كان في المسألة فرضان فأكثر اكتفي عند تماثل المخرجين بأحدهما ثم يبين، يعني عند تعدد الفروض في التركة ينظر، يعني النسبة بين الفرضين، إما يكون تماثل كلاهما ثلث ثلث، أو يعني سدس سدس، هكذا عند تماثل المخرجين بأحدهما، إذن كنصفين في التركة، واحد صاحب نصف والآخر أيضا صاحب نصف، كيف يكون هكذا؟ في مسألة زوج وأخت، للميت زوج وأخت فقط، الزوج له نصف، لماذا؟ ليس للميت فرع وارث، لذلك له نصف، ثم وأخت لها أيضا نصف، لماذا؟ هي غير محجوبة بالبنت والبنات، هكذا غير محجوبة أخت، وكذلك ليس لها أخ، لو كان لها أخ تكون من العصبة كما سبق، لذلك في هذه الحالة يكون للأخت نصف، فإذا هذا نصف ونصف، فهي من اثنين، فالتركة تقسم قسمين نصفين، هذا نصف للزوج ونصف للأخت، تم الأمر. نعم. وعند تداخلهما، إذن بعد النظر يعني من هم العصبات ومن هم أصحاب الفروض، لو كان هناك عصبات فقط فعدد الرؤوس، يعني ثم لو اجتمع في العصبات الذكر والأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا يخرج، ثم لو كان هناك أصحاب الفروض فينظر يعني الفرض النسبة بين الفروض، النسبة تماثل أو تداخل، وهذا عند تداخلهما بأكثرهما. ما معنى تداخل؟ تداخل يعني ألا يزيد الأقل على النصف، وضابط المتداخلين أنهما اللذان يفني أصغرهما أكبرهما بطرحه منه مرتين فأكثر، يعني لو قسم الأكثر، تقسيم حسابي في علم الحساب، العدد الأكبر يقسم بالأصغر لا يبقى شيء، مثلا هذا السدس والثلث، السدس والثلث
فإذا هذا ستة تقسم على ثلاثة لا يبقى بدون بقاء شيء، بخلاف سبعة على أو ثمانية على ثلث على ثلاث. لو قسمت الثمانية على ثلاثة يبقى اثنان، ولا يكون هناك تداخل. هذا تداخل يعني الأكبر يقسم على الأقل فلا يبقى شيء. نتيجة صفر. في هذا سدس وثلث في من في مسألة أم وولديها وأخ لأبوين أو لأب فهي من ستة. في سدس ثلث لمن في مسألة أم وولديه. يكون لها وولديها أي الأم وهما أخ الميت من الأم. نعم. وولديها معناه ولدي الأم. إذن بالنسبة إلى الميت هذان الولدان أخ الميت من الأم، فللميت أم وأخوان للأم فهي من الستة. فإذن هناك للأم سدس. نعم. للولدين يعني لأخوان للأم يكون لهما ثلث. يكون له يعني ثلث. هذه مسألة أم لها سدس. لماذا؟ للميت عدد من الإخوة لذلك يكون لها سدس. متى يكون لها ثلث؟ لو لم يكن للميت عدد من الإخوة والأخوات. هنا عدد موجود، تعدد موجود، لذلك لها سدس. ولي هذان الأخوان يكون ثلث. نعم. والمسألة كذلك وأخ لأبوين وأبي أو لأبي. أخ لأبوين ولولديها اثنان ثلثها سدس ثلث. والباقي وهو ثلاثة للأخ الشقيق أو للأبي. لماذا نكر هذا؟ أخ لأبوين أو أخ لأب. هذا أخ لأبوين وأخ لأب فهما من العصابات. نعم. يكون الباقي لهم لذلك ذكر. يعني السدس والثلث يتم تمثيلهما بالأم وولديها. السدس لمن للأم والثلث لمن لولديها. ثم لماذا زاد في المثال أخ لأبوين أو لأب؟ هذا لتتم تنتهي التركة بالتقسيم وإلا يبقى بعده شيء. يعني هذا مسألة من الستة فالسدس للأم يعني واحد من الستة للأم، ثم ثلث لولديها ولديها يعني أخوان للميت للأم يكون لهما يعني اثنان فثلاثة. يبقى ثلاثة أقسام من التركة. فهذه الثلاثة يكون للأخ لأبوين أو لأخ لأب بالتعصيب. عندئذ يتم التقسيم لذلك زاد. وإلا لا حاجة إلى في مثالنا إلى هذا الأخ للأبوين أو لأب. فهمتم؟ نعم. وهي من ستة وكذا يكتفى. فإذا تماثل تداخل. ثم وكذا يكتفى في زوجة وأبوين. وكذا يكتفى ماذا بعده في كتابكم؟
هكذا فقط. يكتفى به، هل يوجد في كتبكم قوله به؟ لا، في نسخة يوجد. يكتفى يعني يكتفى بالأكثر، بالأكثر يعني هذا مسألة التداخل. عند تداخلهما بأكثرهما هكذا ذكر سابقا، يعني اكتفي عند تداخل الفرضين بأكثرهما، وكذا يكتفى يعني يكتفى بالأكثر أين في زوجة وأبوين، في زوجة وأبوين. كم يعني عدد الزوجة، لا يعني للزوجة كم يكون؟ يكون الربع للزوجة، يكون الربع. فمخرج الربع أربعة. وكم يكون للأبوين؟ أبوين يعني للأم ثلث الباقي، للأم ثلث الباقي، وللأب يكون النصف. للأب ما بقي، نعم هو النصف، نعم ما بقي يعني النصف. فإذا هذا من أربعة، لماذا؟ الربع للزوجة يبقى ثلاثة، واحدة للأم واثنان للأب. هذا مسألة، مسألة سبقة يعني سريعة. هذا مسألة ثلث الباقي. ثم ذكر في الحاشية: فالزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي وما بقي للأب. فالمسألة من أربعة، للزوجة واحد من أربعة، وللأم لها واحد من ثلاثة. لماذا؟ هذا ثلاثة ثلث الباقي، يعني واحد من ثلاثة ثلث الباقي والباقي للأب، فيكون للأب ضعف ما تأخذ الأم كما سبق. مسألة سبق في ثلث الباقي. ثم بعده يعني ويكتفى وعند توافقهما. فإذا إما يكون بين الفرضين تماثل أو تداخل. ثم توافق، ما معنى التوافق؟ توافق يعني لو قسم الأكبر على الأقل لا يفنى. التداخل معناه هذا، لو قسم الأكبر على الأقل يفنى لا يبقى شيء. لكن هنا عدد آخر ليس الأكبر ولا الأقل، بل عدد آخر ثالث يفنيهما، يفني الأقل والأكثر. وهذا يقال بينهما توافق. وهذا العدد الآخر يقال لها وفق، وفق. مثلا السدس والثمن، السدس والثمن، مخرجهما الستة والثمانية، الستة والثمانية. فإذا الاثنان يفنيهما، الاثنان يفنيهما، يعني يمكن تقسيم الثمانية على اثنين بدون بقاء يفنيه، وكذلك تقسيم الستة أيضا على اثنين بدون بقاء. فإذا هنا يكون بين الثمانية والستة توافق، يعني يفنيهما الاثنان. هذا نعم. فكيف يكون وعند توافق؟
بِأَلَّمْ يُبْقِهِمَا إِلَّا عَدَدٌ سَالِثْنَا بِأَلَّمْ يُفِنِهِمَا هكذا ذكر في الشرقاوي توافق فسره الشرقاوي بِأَلَّمْ يُفِنِهِمَا إِلَّا عَدَدٌ سَالِثٌ يعني الأقل لا يُفِنِي الأكثر بل عدد سالس يفنيهما فإذا بمضروب وفق أحدهما في الآخر بمضروب وفق أحدهما في الآخر بمضروب هذا متعلق بقوله اقتفي هناك هذا اقتفي مقدر بمقتضى العطف إن اقتفي عند توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر إذن كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة وابن مسألة أم أم كم يكون لها سدس ثم زوجة كم يكون لها أن يثمن لماذا هناك ابن موجود فرع وارث موجود لذلك يكون للزوجة يعني الثمن ثم الباقي للابن فإذا هنا أم وزوجة سدس وثمن فمن 24 فإذا كيف صار 24 يعني يخرج وفق أحدهما وفق أحدهما يعني العدد الثالث الاثنان يفنيهما فإذا هذا يخرج منهما نصف نصف إما يؤخذ نصف السدسي فثلاثة فيضرب الثمانية بالثلاثة النتيجة 24 أو على العكس يعني يخرج نصف الثمانية نصف ثمانية أربعة ويضرب الستة بالأربعة الستة بالأربعة هذا 24 نعم هذا الذي سبق أن بينا هناك يعني في المخارج مخارج الفروض اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنا عشر وأربعة وعشرون أربعة وعشرون يكون هناك عند توافقهما بين السدسي والثمن يعني بين مخرج السدسي والثمن يعني بين الستة والثمانية في مسألة أم وزوجة مع ابن فهي من 24 حاصل الضرب وفق أحدهما وهو نصف الستة أو الثمانية في الآخر في الآخر يعني حاصل الضرب وفق أحدهما وفق أحدهما في الآخر في الآخر متعلق بالضرب حاصل الضرب وفق أحدهما في الآخر ثم يعني جملة معترضة هذا وهو نصف الستة أو نصف الثمانية وفق أحدهما نصف الستة يعني ثلاثة يضرب في الثمانية أو نصف الثمانية أربعة أربعة يضرب في الستة هكذا ثم وعند تباينهما هذا آخر المراتب يعني ليس بين الفرضين تماثل ليس نصف نصف ولا ثلث ثلث ولا سدس سدس هكذا ثم ولا أن تداخل ليس نصف ولا سدس أو ليس ثلث ولا سدس أو ليس نصف ولا ثمن أو ليس نصف ولا ربع هناك يعني تداخل ليس ذاك وكذلك ليس توافق أيضا مثل يعني سدس وثمن بل يعني تباين يعني لا يفني أقلهما أكثرهما ولا يفنيهما عدد ثالث بل تباين عندئذ يكتفى بأي شيء اكتفي
بمضروب أحدهما بالآخرين. فإذا عند التوافق أولا يستخرج الوفق ثم يضرب بالآخر. فإذا وهنا ليس كذلك، يعني ليس وفق، لذلك يؤخذ هذان العددان يضرب أحدهما بالآخر. طب بمضروب أحدهما بالآخر كثلث وربع، ثلث وربع، ليس بينهما تماثل ولا تداخل ولا توافق بل تباين. فإذا يضرب أحدهما بالآخر ثلث وربع، هذا اثنى عشر. نعم، في مخارج الفروض ذكرنا اثنى عشر، وهذا اثنى عشر في مسألة أم وزوجة وأخ لأبوين أو لأبين. هذا أم وزوجة، نعم، للأم ثلث. لماذا؟ ليس للميت يعني تعدد من الإخوة والأخوات، لو كان للميت إخوة وأخوات متعددة يكون للميت سدس للأم سدس فقط، يكون للأم سدس فقط، هنا ثلث. ثم للزوجة كم؟ للزوجة ربع. لماذا؟ ليس للميت فرع وارث، فإذا ثلث وربع. ثم الباقي للأخي لأبوين أو لأخي لأبين، فهي من اثنى عشر. لماذا؟ يضرب ثلاثة في أربعة، النتيجة اثنى عشر، هذا اثنى عشر حاصل ضرب ثلاثة في أربعة. هذا حاصل مسألة، هكذا يقدر. ثم بعد ذلك يبين واصل مسألة كل فريضة فيها نصفان أو نصف وما بقي اثنان. أصل مسألة كل فريضة فيها نصفان كزوج وأخت لأب، للزوج نصف وأخت لأب نصف، نعم. ثم هذا بشروط سابقة، نعم. أو نصف وما بقي، يعني في فريضة ماذا يوجد؟ نصف ما بقي، يعني ما بقي لصاحب فرض لعصبة، لصاحب فرض نصف، للعصبة ما بقي، هكذا. كزوج وأخ لأب، زوج له نصف، أخ لأب له ما بقي، يعني هو من العصبات. اثنان، يعني أصل هذه المسألة اثنان، وهو مخرج النصف، نعم. أو فيها ثلثان، يعني في الفريضة ثلثان وثلث، كأختين لأب وأختين لأم. ثم أو ثلثان وما بقي، فإذا لأختين لأب ثلثان، نعم، وأختين لأم ثلث. ثم وثلث أو ثلثان وما بقي كبنتين وأخ لأب، إذا بنتين لهما ثلثان، ثم أخ لأب لهذا الأخ يكون ما بقي. ثم أو ثلث وما بقي، ما ثلثان وما بقي أو ثلث وما بقي، كأم وعم، أم له ثلث التركة، ما بقي للأم. فأصل مسألة في هذه الصور ثلاثة، ثلاثة مخرج الثلث، يعني كل ثلث ثلثان ثلث ثلثان، هكذا. أو فيها ربع وما بقي كزوجة وعم، للزوجة ربع، للأم ما بقي هو من الأسباب. أربعة مخرج الربع، هو مخرج الربع، نعم. ثم أربعة، فإذا من الأربعة واحد للزوجة وثلاثة، هذه الثلاثة ما بقي للعم. أو فيها سدس وما بقي، لو كان فيها سدس وما بقي كأم وابن، للأم سدس. لماذا؟ هذا ابن موجود، فرع وارث موجود، لذلك للأم سدس فقط، ما بقي للابن. معه سدس وثلث كأم
وأخوين لأم، أخوان لأم يكون لهما ثلث النعم، أم له سدس، لماذا هنا تعدد من الأخوة والأخوات، لذلك لها سدس فقط، أو سدس وثلثان كأم أو أختين لأب، أختان للأب يكون لهما ثلثان، للأم سدس فقط، أو سدس ونصف كأم وبنت، أو سدس ونصف، في كل فريضة يوجد سدس ونصف كأم وبنت، للأم سدس للبنت الواحدة نصف نعم، ستة مخرج السدس، يمكن إخراج كل هذا من الستة، النصف يمكن، السدس يمكن، هكذا الثلث يمكن، نعم النصف يعني ثلاثة، الثلث اثنان، الثلثان أربعة، هكذا السدس واحدة، هكذا يمكن إخراج كل من الستة. ثم أو فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن، ثم أو ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وأخ لأب، للزوجة ثمن، لماذا هناك بنت موجود، فرع وارث موجود، للزوجة ثمن، ثم نصف للبنت، ما بقي لأخ لأب هو من الأسباب، ثمانية ما خرج الثمن، نعم هذا يمكن إخراج الثمن من الثمانية، هو واحد من الثمانية، النصف يعني أربعة من الثمانية، مجموع خمسة، باقي ثلاثة للأخ اليابين. ثم أو فيها ربع وسدس، ربع وسدس كزوجة أو أخ لأم، للزوجة ربع، لماذا ليس للميت فرع وارث، لذلك للزوجة ربع وسدس لأخ لأم، نعم أي اثنا عشر، هذا اثنا عشر كيف، هذا ربع سدس فرضان بين مخرجيهما توافق، نعم توافق يعني يمكن إفناؤهما باثنين، إفناؤهما باثنين، فإذا يستخرج أولا ضعف أحدهما، لا وفق أحدهما، يستخرج وفق أحدهما، إذن وفق الستة السدس ثلاثة، فهذه الثلاثة يضرب في أربعة، أو على العكس يعني يستخرج نصف الأربعة، نصف الأربعة اثنان، وهذا اثنان يضرب فيه الستة، يعني النتيجة اثنى عشر، هذا مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر. ثم أو فيها ثمن وسدس، ثمن وسدس كزوجة وجدة وابن، فإذا للزوجة ثمن، لماذا؟ للميت فرع وارث موجود، ابن موجود، للجدة سدس، فإذا هذا ثمن سدس، ليس نعم بينهما توافق موجود، بينهما توافق موجود، لذلك يضرب وفق أحدهما بالآخر، أربعة في الستة أو ثلاثة في الثمانية، أربعة وعشرون، مضروب وفق أحدهما بالآخر، هذا بيان أصول المسألة، يعني مخارج إخراج الفروض. ثم بعده يبقى شيء واحد من باب الفرائض في هذا الكتاب، يعني مسألة العول.